السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق التين في كل مكان. اليوم أحب أصور لكم صنف من أصناف التين، حقيقة صنف ممتاز جدا. احنا اليوم بتاريخ 15/14 أو 15/11/2023. مثل ما تلاحظون هذا التين، هذه الشجرة، لاحظوا انه مستمر بتكوين الثمار. هذه ثمار جديدة مستمر، يعني هذا يبدي بالشهر السادس النضوج. مثل ما تلاحظون هذا ثمار جديدة، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة يتوقف عن النضوج، يبدأ بنضوج بكميات قليلة. مثل ما تلاحظون هذه عندنا الأجواء باردة ومطر، هذه ثمر يكون متفتح بسبب برودة الجو. يعني هذا الصنف لو تتوفر له ظروف مناخية مناسبة راح يستمر، أو إذا كان مناطق يكون الشتاء فيها معتدل أو درجات الحرارة تكون مرتفعة، أكيد راح يستمر وراح يعطي ثمار وغزارة كلش كبيرة. مثل ما تلاحظون هذه أنا صورت هذا الصنف بأوقات سابقة ونشرته. هذا مثل ما تلاحظون، طبعا هذا التين أحمر أسود، هذه مثل ما تلاحظون هذا ثماره، هذه مستوية طعمها كلش لذيذ، حلوة المذاق، نمو كلش قوي. يعني هذا نقلمها تقليم جائر أو شبه جائر. مثل ما تلاحظون هذا النمو مالتها، النموات كل هذه نموات جديدة. مثل ما تلاحظون هذه كلها نموات جديدة، يستمر بالإثمار طيلة فترة النمو الخضاري. يبدي الآن احنا راح تبدي تنخفض درجات الحرارة باستمرار، راح يبدي يفقد الأوراق مالته وتبقى الثمار موجودة على الشجرة. مثل ما تلاحظون هاي الثمار، هذه الثمرة، هذه الثمار مالتي، هذا الصنف الآخر؟ معكم نبيل الراوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.